بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. مرحبا بتلاميذ الثانية الإعدادية أو الثالثة الإعدادية كذلك في الجزء الرابع من درس الحساب الحرفي حول المطابقات العامة. التمرين الثاني لهذا الجزء، لأن هذا الجزء لم نتمنى 84 5 وغادي نزيدو 80 إن شاء الله في الفيديو المقبل. إذا نبداو على بركة الله. التمرين 5 أنشر وبسط، نشر ثم تبسط. إذا نبداو أ تساوي x ناقص 2 يكون أس 2 زائد x زائد 2 يكون أس 2 ناقص 2 في x أس 2 ناقص 1 مثلا. إذا ملي كنبغي ندير النشر غادي نعرف أول حاجة نديرها نقلب على المتطابقات العامة. هنا كاينة متطابقة عامة، نعم، أ ناقص ب يكون أس 2، أ ناقص ب يكون أس 2. إذا النشر كيمشي نشر، غادي نرجع هكا. إذا عندنا أ ناقص ب يكون أس 2 هي أ أس 2 ناقص 2 أ زائد ب أس 2، يعني تساوي هذه هي إكس أس 2 ناقص 2 في إكس في 2 زائد 2 أس 2. هذه هي المتطابقة العامة الأولى. هنا المتطابقة العامة رقم 1، هنا رقم 2 وهنا رقم 1. أ زائد ب يكون أس 2 هي أ أس 2 زائد 2 أ زائد ب أس 2، هي أ زائد ب يكون أس 2 هي أ أس 2 اللي هي إكس أس 2 زائد 2 x في 2 ناقص عفوا زائد 2 أس 2. كملنا مع هذه، نمشيو عند هذه. هذه مش مطابقة عامة، لا مكانش أس 2 ماشي مطابقة عامة، مفيهاش زائد بين ناقص ديالك. إذا كيف غادي ندير؟ غادي نشرح ديريكت ناقص 2 في x أس 2، ندير النشر عادي، ناقص 2 x أس 2 ناقص 2 ناقص 1 زائد 2 تساوي. دابا اللي عندنا في الأس نجمعهم كما تعودنا، إكس أس 2 زائد إكس أس 2 كتبنا واحد العدد عندها ناقص 2 إكس أس 2 زيد كملنا مع إكس أس 2 نمشيو عند إكس. هنا ناقص 2 في 2 هي ناقص 4 إكس، هنا 2 في 2 هي 4 إكس. اللي كملتهم دير لهم الخط لتحت باش متبقاش تعاود لهم، باش ناسي شي حاجة تعرف. هذه 6 وهذه 6، شنو باقي لنا؟ باقي لنا الأرقام جوج سيدنا هي 4 زائد جوج سيدنا هي 4 زائد 2 طيب تساوي إكس سيدنا زائد إكس سيدنا هي 2 إكس سيدنا ياك درهم زائد درهم هي 2 درهم، إكس سيدنا زائد إكس سيدنا هي 2 إكس سيدنا، ناقص 2 إكس سيدنا هي 0، ناقص 4 إكس زائد 4 إكس متقابلة 0، زائد 4 زائد 4 هي 8 زائد 2 هي 10. إذا النتيجة هي 10 صحيح، أ كتساوي 10. شنو عند ب؟ إذا ب تساوي 3 إكس ناقص 5 في 3 إكس زائد 5 ناقص 3 إكس في إكس ناقص 1. إذا هذه هي مطابقة عامة رقم 3، أ ناقص ب أ زائد ب، 3 إكس ناقص 5 3 إكس زائد 5 إش كتعطينا؟ كتعطينا أ أس 2 ناقص ب أس 2، يعني 3 إكس أس 2 ناقص 5 أس 2. كملت معايا هذه ماشي مطابقة عامة، ندير النشر عادي. ناقص 3 إكس في إكس هي ناقص 3 إكس أس 2 ناقص ناقص ب زائد 3 إكس في 1 هي 3 إكس تساوي 3 أس 2 هي 9 إكس أس 2، 5 أس 2 هي 25 ناقص 3 إكس أس 2 زائد 3 إكس قلت لكم شنو هو الصح إكس مازال بس 9 إكس أس 2 ناقص 3 إكس أس 2 هي 6 إكس أس 2 زائد 3 إكس ناقص 5 وعشرين. كملنا مع ب شنو عند سي؟ إكس على 2 ناقص 3 كل أس 2 ناقص إكس على 3 زائد 1 كل أس 2. هذا شنو خدمة؟ راه هذا مطابق على بعض زوج، إذا نساوي أ أس 2 ناقص 2 أ أي زائد أس 2 إكس على 2 أس 2 ناقص 2 في إكس على 2 في 3 زائد 3 أس 2. كملت معايا غادي نمشيو عند هذه، ولكن حذاري حذاري كتكون عندي مطابقة عامة ويكون هنايا عدد سالب كنحل الأقواس، خصني نحل مين كيكون ناقص خصني نحل الأقواس ضروري، وإن شاء الله هي الأقواس.
هذه مصطلقة الله واحد اللي تقوليها وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا زائد جوج في واحد في مصطلقة ثلاثة يعني جوج في إكس على ثلاثة زائد واحد وسيدنا ولكن حتى راس يعني كنا ناقص قبل المتطلب الآن كنا هنا مثلا كان ضروري أن ناقص وخير حتى ناقص تساوي إكس وسيدنا جوج وسيدنا هي أربعة ناقص جوج تحتاج مع جوج تبقى ثلاثة إكس ثلاثة وسيدنا هي صار ناقص خليها وتنحسب إكس وسيدنا ثلاثة وسيدنا هي صار زائد جوج إكس على ثلاثة ستبقى هكاك زائد واحد دابا غنشر إكس وسيدنا على أربعة ناقص ثلاثة إكس زائد تسعة نشر ناقص إكس وسيدنا على تسعة ناقص ما زائد تولي ناقص زوج إكس على ثلاثة ناقص أربعة زائد تولي ناقص واحد إذا نعدم نفس الأس نوحدهم بقى بحسبهم هذه بعد تفقد نوحدهم بقى بحسبهم دونك تولي تسعة إكس وسيدنا تسعة أربعة ستة وثلاثين عاود أربعة ناقص أربعة إكس وسيدنا على ستة وثلاثين حسيتها معاها ناقص ثلاثة إكس نوحدها المقام ضرب معناها ناقص ثلاثة على واحد ضرب ثلاثة على ثلاثة باش تبقى لي بحال ناقص تسعة إكس على ثلاثة ناقص زوج إكس ثلاثة تسعة ناقص واحد هي ثمانية صافي دابا سالينا تقريبا تسعة إكس وزيدنا ناقص أربعة إكس وزيدنا هي خمسة إكس وزيدنا على ستة ثلاثين ناقص تسعة إكس ناقص زوج إكس ناقص حداش إكس على ثلاثة زائد تمنية دونك صايب صنع سي إي بلا زائد ما فهمتش عاود ورجع للفيديو الأول الزوج تات تفهم مزيان ألوغ دي تساوي إكس على جوج ناقص ثلاثة كل أسيدنا ناقص عرفنا هذا الزوج دي هي خمسة ناقص إكس في عشرة زائد جوج إكس إذا هنايا الشرط عادي صحيح خمسة في عشرة خمسة في زوج ناقص إكس في عشرة ناقص إكس صحيح ولكن إلا لاحظت الملاحظة أنا كنلاحظ الملاحظة هنا هنا نقدر نعمل بزوج شنو تولي؟ تولي خمسة ناقص إكس في هنا إلا عملت بزوج تبقى خمسة زائد إكس في زوج عندها جوج خمسة عشرة جوج في إكس في جوج إكس هذه مصطلح أهم إلا لاحظتها إلا ما لاحظتهاش نشرح هذه هو هذه أ ناقص بما زائد بي أ ناقص بما زائد بي أو سيدنا ناقص بي وسيدنا يعني خمسة وسيدنا ناقص إكس وسيدنا الكل في زوج لأن هذا الزوج مضروب هذا الشيء كله وعاود ننشر زوج خمسة خمسة وسيدنا هذا هي الأول خمسة وعشرين ناقص إكس وسيدنا في جوج تساوي جوج خمسة وعشرين هي خمسين جوج إكس وسيدنا هي جوج إكس وسيدنا صحيح شوف الآخر وحدة ألف تساوي خمسة إكس وسيدنا زائد ناقص زوج كل سيدنا ناقص إكس زدنا زائد أربعة الكل زدنا أو تساوي هذه مطابقة عامة الزوجة أ ناقص بي الكل زدنا هي أ زدنا اللي خمسة إكس زدنا الكل زدنا ناقص اثنان في أ اللي خمسة إكس زدنا في بي اللي هي زوج زائد جوج زدنا أنت هي إكس زدنا بي هي زوج كاملة ناقص هنا ملي كيكون ناقص كنحل القوس ملي كيكون ناقص قبل مطابقة عامة كنحل القوس ناقص هذا اللي ينقص اكس زدنا الكل سيدنا لحقاش هي ا زائد بي المصطلح تاعنا الاولى زائد جوج في اكس زدنا في اربعه زائد اربعه وسيدنا ملي عندي ناقص كان ينقص وكان ما عنديش ناقص كان ينقص كان عندي ناقص زوج كذلك مثلا نكون ندير هذا باش ندير زوج ندير هنا زوج اي باش نفهم صحيح ندير ناقص زوج يعني تولي 25 x وسيدنا كل سيدنا x وسبعة ناقص زوج خمسة زوج هي عشرين x وسيدنا زائد جوج سيدنا هي أربعة ناقص زوج نحسبوا هذا داخل القوس x وسيدنا كل سيدنا هي x وسبعة جوج أربعة ثمانية x وسيدنا زائد ستاش دابا نشر تساوي خمسة وعشرين x وسبعة ناقص زوج x وسيدنا زائد أربعة ناقص زوج إكس وسبعة يعني ناقص زوج إكس وسبعة ناقص زوج ثمانية ناقص ستاش
x u signal, un appel de juste en général, même classe. Tu sais, on va faire x ou ça va. N'attes juge x ou signal avant la CDR que j'ai mal au jour. Comme ça, x ou ça va, n'attes juge x ou ça va, avec la traversée x ou ça va. N'attes juge x ou signal, n'attes attaché au signal, et n'attes montage x ou signal. Z est d'abord la question de la tête, et n'attes signal. Oui, j'ai mon cas d'avoir. On a changé tout ça, c'est un F. لا تبخل علينا بالضغط على زر الإعجاب ثم تسجيل في القناة لتتوصل بالجديد من هنا ثم ارسال الفيديو إلى أصدقائك عن طريق أزرار المواقع الاجتماعية الموجودة هنا إلى اللقاء.